هذا وتسعى مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية وسط جهود مضنية لتعزيز التكامل القاري وتطبيق الإعفاءات وإزالة العوائق الجمركية. للمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي. بعد تحية دكتور كريم، كما نعلم أن مصر تسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري، برأيك كيف عززت مصر هذا الدور الريادي خلال الفترة الماضية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضاعفت العلاقات مع التكتلات الاقتصادية بالقارة؟ طبعا بالفعل التوجه نحو افريقيا اصبح مطلب مهم جدا في الفتره الاخيره، ومصر طبعا توجهت او اصبحت الدائره الافريقيه محط اهتمام ومن ضمن دائره اهتمام الدوله المصريه في الفتره الاخيره. طبعا يعني العلاقات الاقتصاديه مع القاره الافريقيه زي ما دايما بنقول لها انعكاساتها الجيده للطرفين، لمصر ولباقي القاره. احنا حتى لو نظرنا للارقام ولغه الارقام سوف نجد ان يعني على سبيل المثال هنلاقي ان يمكن حجم صادرات مصر مع القاره الافريقيه يعني زاد في الفتره الاخيره تقريبا، يمكن كان وفقا لبيانات عام 2018 وعام 2019 كان تقريبا 4.5 مليار دولار حجم صادرات مصر للقاره الافريقيه، في حين كان حجم وارداتنا في نفس العام تقريبا 1.8 مليار دولار. يبقى اذا نحن نتحدث عن حجم التجاره يعني اكثر من 6.5 مليار دولار تقريبا، وهذا الرقم انخفض في عام 2020 نتيجه طبيعيه لازدراء الجائحه، انخفض تقريبا 1 مليار دولار تقريبا. وبالتالي احنا يعني في خطه طموحه لدى الدوله المصريه انها تزود حجم تجارتها مع القاره الافريقيه. في هذا الاطار دكتور كريم، افريقيا سوق واعده للسوق المصرية، كيف يمكن برأيك مضاعفة الجهود من أجل زيادة الصادرات في ظل المعطيات التي ذكرتها في إطار جهود الدولة حاليا للوصول إلى 100 مليار صادرات وهو هدف تهدف الدولة المصرية إلى تحقيقه؟ طبعا يعني هو هدف زيادة الصادرات بل مضاعفتها ل 100 مليار دولار التوجه بالمجال. التوجه نحو افريقيا هو الاساس، هو الذي سوف يفتح لك المجال والطريق لزيادة صادراتك. انا زي ما قلت ان افريقيا تمثل لك بعد ومصالح مشتركة، وبالتالي الاسواق الافريقية يهم لها بالاساس السعر، عندما توفر لها سلعة او منتج بسعر معقول ولو حتى جودة، فبالطبع سوف تجد نفس الطريق نحو القارة الافريقية. عشان كده يمكن المصرية تبنت او وضعت التصور انها تكون لنا منطقة لوجستية، يعني تم بالفعل تجهيز منطقة لوجستية في كينيا وفي منطقة أخرى في نيجيريا، يعني منطقة لوجستية للتجارة حتى تكون نقدر نقول عليها أن تكون السلع المصرية والمنتجات حاضرة في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى أن يعني تم تدشين مليار دولار الأفريقية. وبالفعل يعني يمكن تم عمل اول رحله له لملاحه ما بين ميناء العين السخنه وميناء مرآسة في كينيا. طبعا كل تلك يعني كل تلك الطرق والادوات في زياده حجم التجاره في القاره الافريقيه، بالاضافه لان تشجيع القطاع الخاص بعمل مشاريع مشتركه له في الدول الافريقيه زي سد تنزانيا وشركه المقاولين. شكرا جزيلا دكتور كريم العمده، استاذ الاقتصاد الدولي، شكرا جزيلا على هذه المشاركه.